السلام عليكم أينما كنتم أيها الأحبة، تعالوا لنقرأ سلفاً مقطعاً من ما قاله مراسل قناة 13 الإسرائيلية لمحطته التلفزيونية. قال: على الرغم من تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فإن ما حدث هنا هو خطوة باتجاه التطبيع، لا شك في ذلك. وأضاف مخاطبا المذيعة: انتبهي إلى أننا نبث مباشرة، أنت تتحدثين معي وأنا أجيبك، كل هذا يجري عبر بث مباشر ونحن موجودون في جدة، ونحن موجودون في جدة، وأنت انتبهي إلى أننا نبث مباشرة، تتحدثين معي في جدة وأنا أجيبك، كل هذا يجري عبر بث مباشر من السعودية. إذا أردتم أيضا مؤشر آخر على التطبيع فإن هذا البث مسموح به هنا في السعودية. ماذا عن باقي تفصيلات مؤتمر جدة؟ هل تمكن بايدن من تحقيق ما جاء من أجله أم أنه فشل في ذلك؟ هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم التي حملت عنوان مؤتمر جدة، الفشل على أصوله. تقبلوا مني التحية، محدثكم على أفاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا تعالوا لنقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان قمة جدة أماني تذروها الرياح، الكاتب محمد علي السلطاني. قمة جدة أماني تذروها الرياح، للكاتب محمد علي السلطاني. لقد علقت أمريكا ومن خلفها إسرائيل الأمل على نتائج ومخرجات القمة، عسى أن يكون في جعبة مخرجاته طوق نجاة يسعفها من مستنقع الأزمات الذي بات يهدد وجودها واستمرار هيمنتها أكثر من أي وقت مضى. وعلى الرغم من عمالة وتبعية حكومات الدول المشاركة للمحور الغربي، إلا أن نتائج القمة كانت صفرية، عادت فيها أمريكا وإسرائيل بخوف حنين نتيجة لتغير موازين القوى العالمي ولبزوغ شمس القطب العالمي الجديد ذي المستقبل الاقتصادي والأمن الواعد. موازين القوى لم تعد كما كان سابقا، وأمريكا اليوم ليست أمريكا الأمس. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الأستاذ مهدي الصباحاوي عضو مركز الهدف للبحوث والدراسات، الأستاذ قاسم العبودي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ مهدي، البيان المشترك اللي خرج عن لقاء مشترك بين السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وردت عبارة يعني حقيقة محل تأمل. تقول العبارة: أكد الزعيمان على أن على التزامهما المتبادل بالشراكة الثنائية القوية بين العراق والولايات المتحدة وفقا للإطار الاستراتيجي، وعزمهما على المضي بالتنسيق الأمني لعدم عودة داعش من جديد. هذا شنو يعني؟ يعني هذا ينطي شرعية مثلا لبقاء طويل الأمد للقوات الأمريكية في العراق، أو ربما يفتح الباب لاستجلاب قوات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والأستاذ العزيز مرحبا ولمشاهدين قناتكم والعاملين بقناتكم الكريمة. حقيقة هي الكاتب ذكرني بكتب بمقولة السيد حسن نصر الله: أمريكا ليس أمريكا اليوم ليس أمريكا سابقا، والمقاومة اليوم ليس المقاومة سابقا. البيان اللي بعد مخرجات المؤتمر، بعد أن انتهى المؤتمر السيد الكاظمي والسيد بايدن، اللي تناول به مضمون الاتفاق الاستراتيجي، حقيقة يريدون به ليس فقط إعطاء شرعية للبقاء فترة أطول للقوات الأمريكية المحتلة، وأيضا هو سياسيا هو خروج على قرار البرلمان الذي أفضى بخروج باقي من القوات الأمريكية المحتلة. أيضا هو محاولة
محاولة للتطبيع، محاولة تسنيم موردات الاقتصادية، تسنيم الكثير من الأمور بيد الجانب الأمريكي. كذلك مثل ما تفضلت هو أنه محاولة أيضا لاستجداء بقية القوات الأمريكية أكثر، توزيع بعد أكثر من قاعدة غير قاعدة عين الأسد. يجوز من الممكن أنه يضعون قاعدة داخل بغداد أو مثل السفارة أو أكثر من الممكن أن يتطور يعني الموضوع. الاحتمال مفتوح بهذا الشكل. نعم، الجميع اليوم السيد بايدن والسيد الكاظمي حقيقة يمرون بأوضاع متخربطة سياسيا أمنيا، يريدون فقط استجداء العطف الدولي والعطف الخارجي والعطف الداخلي حتى يكون هناك شرعية لبقاء القوات الأمريكية، حتى يكون هناك محاولة فقط لإرضاء رغباتهم والاستمرار بمحاولة مرة ثانية لولاية ثانية سواء للسيد الكاظمي أو للسيد بايدن. أستاذ قاسم، الحكومة العراقية بمشاركتها في مؤتمر جدة كأنها تقول للبرلمان العراقي الذي قبل أيام صوت على مشروع قانون تجريم التطبيع، كأنها تقول للبرلمانيين هذا اللي صوتوا عليه نقعوا وشربوا مية. يعني ممكن لأي مسؤول حكومي أن يتذرع بسحب كهرباء، بمياه، بما إلى ذلك، مو يعني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمتابعيكم في كل مكان. تحية للأستاذ مهدي الصبيحاوي. نعتقد يا سيدي الكريم أنه لو صحت الرواية أنه جايب كهرباء العراق لكان يعني من يعني متفضل على الشعب العراقي، لكن للأسف الشديد خرج عليها وزير الكهرباء قال بأن الحرف الواحد لم يأتي العراق فيما إذا تم طبعا الربط مع السعودية 5% من احتياجات العراق للطاقة الكهربائية. لكن حكم العودة لسؤالك الفاضل أخي الكريم، نعتقد أنه هنالك استهتار واضح من قبل المفصل الحكومي وحصر في شخص السيد رئيس الحكومة، باعتبار أنه تجاوز على الدستور مرة، يعني على التجاوز مرتين، مرة على الدستور باعتبار أنه لدينا دستور يمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني. نعم. إن صحت رواية دستور وقرار برلماني، فضلاً عن لدينا قرار برلماني قاضي يعني بتجريم التطبيع مع إسرائيل أو أي بلد يعادي العراق، فنرى أنه السيد ذهب لاتجاه هذا ضاراً بعرض الحائط هذا القانون وهذا الدستور. لكن يعني للإنصاف قبل نذهب الكاظمي قال إنه المؤتمر مؤتمر أمن وطاقة، يعني بعيد كل البعد عن الأجندة الإسرائيلية، بما معنى أنه لا يوجد هنالك نية لفتح ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني. لذلك حتى عندما يعني خرج عن الكاظمي وبايدن بالمؤتمر الصحفي لم يتطرقا إلى أمن إسرائيل أو من قريب أو بعيد. لذلك نعتقد يا سيدي الكريم أنه ربما تمت بعض الصفقات والغرف المغلقة بشأن الأمن الإسرائيلي، وربما جر العراق إلى مثل التطبيع من خلال بعض التنازلات العراقية أو الضغط الأمريكي على الجانب العراقي. يبقى المحصلة النهائية أنه ذهاب السيد الكاظمي إلى مدينة جدة بهذه الطريقة، وهناك رفض برلماني، هناك رفض سياسي، وحتى هناك رفض شعبي أيضا يعني بعدم ذهاب السيد مصطفى الكاظمي. هناك للأسف الشديد ذهب الكاظمي وتجاوز كثيرا على الدستور والقانون فيما إذا صحت رواية التطبيع. لكن لهذه اللحظة لم تثبت للشارع العراقي أو للقوة السياسية العراقية أن هناك صفقة قد تمت بين الجانب العراقي والإسرائيلي برعاية كانت أمريكية أو خليجية، لكنه هذا يعني لا يعني أنه تم التوقيع على بعض الاتفاقات الجانبية. هي حقيقة يعني هو فقط الاتفاق مع الجانب الأمريكي والذهاب إلى جدة هو إعطاء شرعية للتواجد الأمريكي في الساحة السياسية العراقية، خصوصا أن بايدن قبل المؤتمر قال بأنه مؤتمر يخص الأمن القومي الإسرائيلي، لكن فشل. يعني هذا بصرف النظر. نعم. هذا ألا يكفي أن يكون مانعا للحكومة العراقية المشاركة في ما دخل العراق يعني مثلا في موضوع الأمن القومي الإسرائيلي وهو عدو؟ نعم، يفترض القوى السياسية والبرلمانية مساعدة السيد الكاظمي عن ذهابه بهذا الاتجاه رغم تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن. لكن كما أسلفنا سابقا يعني المؤتمر فشل ذريعا حقيقة، وعلامات فشل المؤتمر ابتدأت من استقبال الرئيس الأمريكي بايدن. عندما جاء ترامب إلى السعودية قبل سنتين كان هناك عرس سعودي حقيقة باتجاه ترامب، وهذا كان تقليد عفوا أستاذ. نعم. كان تقليد أنه كل رئيس أمريكي يعني ينتخب تستقبله السعودية وتهدي قلادة من ذهب قيمتها كذا، لكن مع بايدن يعني اختلف الوضع كثير، لأن بايدن استبق هذه الزيارة كأنه زهد بما لدى السعوديين من رشاوى للرؤساء الأمريكيين، فتوعد النظام السعودي وبالخصوص توعد ولي العهد محمد بن سلمان
لمحاسبته فيما يتعلق بقضية خاشقجي. أحسنتم. لذلك نقول أنه جاء الاستقبال استقبالا باهتا ولم يستقبل على مستوى رفيع كما تعودنا سابقا بالبروتوكولات السعودية. فقد جاء أمير مكة إلى استقبال جو بايدن، حتى رافقت المؤتمر كثير إسقاطات. لذلك يعني إجمالا أجمع المحللين السياسيين ومتابعين الشأن السياسي العالمي أن هناك فشل ذريع قد حصل في جدة بشأن المؤتمر الذي يقيم هناك. أستاذ مهدي، أشرت حضرتك قبل قليل إلى ما ورد في كلمة سيد المقاومة السيد حسن نصر الله حفظه الله، قلت أن أمريكا لم تعد أمريكا السابقة والمقاومة لم تعد كما كانت في سابق عهدها. موازين القوى الآن شهدت تحولا كبيرا، إذ تحول يعني قضية التحول من القطبية الواحدة إلى الأقطاب المتعددة صارت واقع. زين، الا يفترض بالمنظومه العربيه والاسلام، منظومه الحكم العربيه والاسلاميه، ان تبحث عن السبل التي تموضعها داخل النظام المتعدد القطبيه الجديد؟ ليش هذا الخضوع؟ حقيقه اولا هي القمه الجديده باءت بالفشل، وهذه ليس هي القمه الاولى التي عقدها هذا بالنتيجه راح نوصل الى انه نجحت او فشلت. نعم. لكننا نبحث في حياتي اليوم يعني. هناك صراع بين القطبين، قطب حق وقطب كما يسميها سيد الخامنئي الشيطان الأكبر أمريكا. نعم. وأسلافها. نعم. اليوم بايدن أصبح سمسير معقب لربيبته إسرائيل عندما أجمع الدول وذهب إلى جدة. تفضلت اليوم جميع الرؤساء الأمريكيين يذهبون إلى السعودية وتكون هناك استقبالات. الأنظمة اليوم اختلفت، الأنظمة بروتوكولات عندما استقبلت السيد بايدن كانت على، بل هو اعتبره بعض المحللين السياسيين اعتبره بعض الأساتذة بالقانون حسب الأنظمة بروتوكولات السياسية الاستقبال والمراسيم أنه هذه إهانة للسيد بايدن. اليوم بايدن كما توعد الرؤساء رئيس السعودية حول قضية خاشقجي بأول كان متحمس باعتباره يمثل الديمقراطيين في أمريكا، بعد ذلك تطورت الأمور، جاءت الأوضاع الاقتصادية في أمريكا اختلفت، الأوضاع السياسية الأمنية في أمريكا اختلفت. اليوم أصبح يستجدي العطف من قبل كل الدول الموجودة. بالتالي الزعماء اليوم، الزعماء الذي شاركوا هذه القمة، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا؟ اليوم على قلوبهم على أبصارهم غشاوة، يعني يجهلون الطريق المقاومة. بالتالي هو المخرجات جاءت بالفشل. الجميع اليوم يخشى القطبية الثانية، قطبية الحق المتمثلة بالجمهورية الإسلامية المقاومة. اليوم وصلت المقاومة الإسلامية في الجزائر، بعض المقاومة اليوم موجودين في الجزائر. في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بدأوا يتذكرون يوم القدس. بالتالي المغرب، تونس يخشون الجزائر بسبب تمدد محور المقاومة. حتى نصل، حتى يكون الزعماء العرب على يميلون إلى كفة الحق، يجب أن يكون هناك غشاوة، يجب أن تنتهي إسرائيل من الوجود، وبالتالي إسرائيل زائلة إن شاء الله. طيب، هو يعني التعريف الأكاديمي للسياسة فن الممكن، فن الفن، فن فن، لكنها في النهاية هي يعني عمل ينبغي أن يكون جاد من أجل حفظ مصالح هذه البلدان. واقع الحال أن الولايات المتحدة خصوصا أوضح نموذج ظهر، أنه نموذج ترامب، يعني أوضح ما قدمه ترامب من صورة، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع المنظومة العربية الثرية المتمثلة بالخليج على أنها بقرة حلوب، حين أجلس ولي العهد السعودي وجعله محلا للسخرية والهزء أمام الصحفيين. طيب، هذا ما يثبت أنه القضية الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها ومصالح حلفائها وبالخصوص الكيان المؤقت في فلسطين المحتلة؟ يعني ليش ما تنظر السعودية أيضا إلى مصالحها بعيدا عن مصالح الآخرين؟ نعم، السعودية اليوم أصبحت تنظر، ليس فقط السعودية، الكثير من الدول الخليج اليوم رفضوا مقررات المؤتمر. عنوان المؤتمر جاء عنوان صريح، حماية أمن إسرائيل في المنطقة. اليوم الجميع يخشى الطرف الحق، طرف المقاومة، الجمهورية الإسلامية، روسيا، كذلك القضايا الاقتصادية. اليوم دخول الصين إلى جانب روسيا وجانب الجمهورية، هذه الأمور أثارت الكثير من القلق بجانب الدول المشاركة. ولكن أيضا اليوم المصالح موجودة، نعم الجميع يبحث مع مصالح، ولكن الجمهورية الإسلامية لا تجامل على حساب مصالحها، لا تجامل على حساب الحق. ليس فقط أقصد الجمهورية الإسلامية، جميع من يميل إلى كفة الحق وكفة المقاومة لا يجامل على حساب مبادئه، سواء كانت مبادئ سياسية أو مبادئ إسلامية.
جبهة حقها جبهة كرامة يعني ينبغي بالتأكيد هو جبهة الحق من أولياته الكرامة كرامة شعوبهم كرامة بلدانهم الضيوف الأكارم أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان قمة جدة مخرجات بائسة الكاتب مانع الزاملي. قمة جدة مخرجات بائسة للكاتب مانع الزاملي. أكذوبة تزويد السعودية للعراق بالطاقة الكهربائية سوى خدعة لإيهام الشارع العراقي المتفهم للحراك المشبوه في هذا اللقاء، أن الشعوب العربية في المنطقة لا يمكن إيهامها بأن الكيان الصهيوني هو الحمل الوديع، وإيران الإسلامية التي تدعم فلسطين هي العدو، لأن عقليات وخطط الحكام لا تنطبق مع ثقافة الشعوب المسلمة التي تعي حقد الصهاينة على طول التاريخ. فلقاء جدة انفض سريعا، وبرحيل الوفود رحل الزوبعة التهريج الإعلامي المأجور، وللشعوب دوما الكلمة الفصل. مرحبا بكم أيها الأحبة، وأجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. أستاذ قاسم، أهم نتائج القمة هي فتح أجواء المملكة العربية السعودية أمام الطيران السعودي، رفع سقف الإنتاج إنتاج البترول إلى قرابة 2.5 مليون برميل، وهي طبعا زيادة لا تغني ولا تذر بالنسبة للحاجة الأوروبية للطاقة، خصوصا أنها مقبلة كما يقال على شتاء قاسم كما يصفه أصحاء أرباب الأنواع الجوية. طيب، اتضح إذن القصة قصة يعني طاقة أوروبا وهم ماشيين أيضا التطبيع وياه. نعم، غير هذا ماكو بالنسبة. نعم سيدي الكريم، كما يبدو يعني. نعم، ظاهر أم هكذا. أعتقد أنه يعني اليوم يعني المفهوم السعودي للتعامل مع الجانب الأمريكي اختلف كثيرا. يعني بدأت السعودية تستشعر أنه هنالك ثنائية قطبية بالعالم وليس قطب أوحد كما كان سابقا، وهي حق متكئة على هذا القطب. ذاك يا سيدي الكريم، اليوم يعني عندما جاء بايدن عفوا لتأمين مصادر الطاقة بالنسبة لأوروبا ولأمريكا أيضا، لأنه حقيقة يعني الحرب الأوكرانية الروسية ألقت بظلالها على مسألة الطاقة في العالم أجمع وخصوصا في أوروبا. لذلك نعتقد يا سيدي الفاضل عندما جاء بايدن إلى السعودية وقد فرض هذه المسألة، مسألة مضاعفة الإنتاج، يعني كان المخطط أن يذهب تذهب السعودية إنتاج ما معدله يعني 14 مليون برميل، لكن السعودية لا تمتلك هذه الطاقة، وخصوصا بعد بروز محور المقاومة الذي حقيقة عصف بالمنظومة النفطية الأمريكية في أرامكو من قبل الجانب اليمني. فاستحالة كبيرة جدا أن يكون هنالك، يعني استحالة كبيرة جدا أن يكون هنالك حقيقة إنتاج بهكذا إمكانية. لذلك يا سيدي الفاضل، اليوم يعني القطبية القادمة للعالم هي قطبية روسيا والصين، وبروز قوة فتية عالمية هي اسمها الجمهورية الإسلامية، التي حقيقة يعني أخذت مساحة كبيرة في العالم هذا اليوم، وقد بدأت يعني واضح. يعني حضرتك ذاهب باتجاه أن قطبية القطبية الواحدة لأمريكا انكسرت وجود قطبية ثانية، كأن القطبية الثانية تتمثل بالصين روسيا الجمهورية الإسلامية. نعم، وهو الواحد تقصد أن كل واحد من الصين وروسيا والجمهورية الإسلامية كل واحد منهم قطبا. نعم، لا ثلاثة من أقطاب عالمية جديدة، لكنه المصالح التقت في هذا المثلث، يعني عند روسيا وعند الصين وعند إيران. يوم أمس كان هناك مؤتمر بالضد من مؤتمر بايدن في جدة، وكان هذا المؤتمر حقيقة يعني أبسط تعريف لهذا المؤتمر أن يسمى مؤتمر الأبطال، باعتبار أن هؤلاء يعني حقيقة لو ذراع الأمريكي في الساحة السياسية العالمية، وقد خرجوا بمقررات يعني لا تقل عن 128 مليار دولار كصفقات تجارية تسليحية وأمنية وخدمية بين هذه البلدان ثلاثتها. إذن هناك نجاح لمؤتمر طهران بالضد من فشل مؤتمر جدة الذي كان في السعودية. اليوم إيران قوة عملاقة وقوة عالمية لا يستهان بها. من شكك في أن طبعا ما ذكرته إحدى الصحف المتخصصة بموضوعات التسليح بالعالم
ذكرت هذه الصحيفة الموثقة على أن الروس طلبوا عدد كبير من الطائرات المسيرة الإيرانية وستصدرها إيران لروسيا. هناك من شكك بها، لكن هذه المجلة المتخصصة تؤكد هذه المعلومة. عملية التحول هذه لدى الجمهورية الإسلامية نقابلها في الجانب العربي عملية يعني استحلاب للطرف العربي بأسلحة لا تغني ولا تذر، بدليل أن القبة الحديدية التي بنتها الولايات المتحدة في السعودية أثبتت فشلها. نعم. كيف تقارن بين التجربتين ومنطلقات هذه التجارب؟ نعم، هناك فن يسمى فن صناعة الوعي، وهذا الفن حقيقة تميز به الجمهورية الإسلامية كثيرا، وقد أبدعوا في المجال في مجال التصنيع العسكري بشكل كامل. حاول الغرب يعني فرض عقوبات على أمريكا، وهي عقوبات قاسية جدا يعني أذت الشعب الإيراني، لكنه بالمقابل هنالك استثمار لهذه العقوبات بحيث انقلب كما يقال في المثل الشاعر، انقلب السحر على الساحر، وقد تمكن الجنود الإسلامية من الاعتماد على قدراتها الاقتصادية والذاتية كثيرا، وهي اليوم رائدة في مجال الدرونات يعني الطائرات المسيرة التي أثارت هذه التساؤلات. هذه المجلة العسكرية التي قالت أن روسيا بعظمتها العسكرية وتصنيعها العالي هي اليوم تفتقر إلى التجربة الإيرانية في عملية استيراد بعض الطائرات المسيرة، فهذا يشير بوضوح له أنه هناك تنامي بالقدرات العسكرية الإيرانية يعني بنفس المستوى مع الجانب الصيني والروسي. اليوم هناك مصالح مشتركة لهذه البلدان من أجل نعم قوة عالمية قادرة، قوة عالمية بالعكس من ذلك لدينا شعوب عربي عفوا حكومات عربية خانعة وهي سائرة في مسألة التطبيع، وهي حقيقة يعني أنا أعتقد هذه الحكومات ذهبت بغيها كثيرا وقد راهنت على عفوا الحصان الخاسر. أستاذ مهدي، عدد معتد به من المحللين السياسيين قالوا أن انعكاسات هذا المؤتمر وآثاره على المستوى العراقي سوف لن تكون بذات الأهمية لتنامي الوعي لدى الحشد الشعبي والمقاومة وأمة المقاومة وأمة الحشد. يعني ما أدري شلون إحنا نتلمس هذا الوعي إجرائيا حقيقة أستاذي، حتى لا تؤثر القمة ولا تنعكس آثارها على الواقع للشعب العراقي الثقافي السياسي الاقتصادي الأمني، حقيقة يجب أن تكون هناك قوتين، قوة سياسية وقوة شعبية. القوة الشعبية ليس فقط القوة المواطن الشعبي العراقي فقط، ولكن القوة يعني القوات الأمنية، قوات الحشد الشعبي، قوات مقاومة. للأسف اليوم القوة السياسية الموجودة المتمثلة برئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء السيد الكاظمي، حقيقة بعد ذهاب السيد الكاظمي لحضور المؤتمر، مع العلم أن هناك قانون تجريم تطبيع، هناك قانون عقوبات شرع قبل قانون تجريم تطبيع، هناك قرار برلمان، هناك دستور أوجب الدستور في المادة الثامنة على العراق مراعاة حسن الجوار وعدم المشاركة في السياسة، سياسة المحاور، سياسة محور ضد محور، هناك مادة في قانون العقوبات العراقي المادة 200 تجريم التعامل، لم تذكر نوع التعامل وفق يعني مطلق التعامل، وفق المواد القانونية المطلق يجري على الإطلاق، جاء التعامل مطلق، بالتالي أيا كان التعامل سواء كان تعامل اتصال هاتفي على قولة أهنا بالعامية قل له السلام عليكم، هذا كله هذا تعامل. بالتالي اليوم بعد عودة السيد الكاظمي من مؤتمر جدة شنو الناتج السياسي اللي أخذوه؟ جمعوا تواقيع الاستجوابة، النظام الداخلي لمجلس رئاسة الوزراء أحال السيد الكاظمي للتحقيق، شكل لجنة تحقيقية، بالتالي اليوم ضمانتنا الحقيقية هو المطالب الشعبية ووجود الحشد الشعبي الذي يرفض الخضوع للمبادئ. آخرين أستاذ مهدي قالوا أن الحشد الشعبي وقوى المقاومة حسبوا حسابهم لكل شيء، أثارتني لكل شيء، شنو هذا الشيء؟ اليوم الحشد الشعبي قوة متكاملة من كل الأمور، يرفض الذل، يرفض الخضوع للاستكبار، لقوة الاستكبار، يرفض الاستبداد، هذا ما موجود المفردة كل شيء الموجود بالحشد الشعبي. اليوم موجود بالحشد الشعبي، موجود المثقف، موجود ما هي الاحتمالات التي يمكن أن تكون انعكاسا لمؤتمر جدة على العراق؟ إذا كان إذا وهو حلم إبليس بالجنة أن يكون تطبيع وأن يكون تسليم واردات الاقتصاد للجانب الإسرائيلي، نعم ستكون هناك انقلاب حقيقي من القوة الشعبية ومن قوة المقاومة والحشد الشعبي. أستاذ قاسم، يعني مؤتمر قمة جدة
أول عليه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في أن يوجدوا بديلاً لحماية أمن إسرائيل، ويبدو أن هذه المساعي قوبلت بالفشل، خصوصاً بعد نجاح الدبلوماسية الإيرانية في الانفتاح على يعني استراتيجيات أمنية تخص المنطقة، جعلت الشأن الأمني في المنطقة يخص جميع بلدانها. فما أدري شلون راح يتعامل الكيان الصهيوني مع والولايات المتحدة مع موضوعة يعني انهيار السقف الذي كانوا يأملون في إيجاده لحماية أمن إسرائيل. نعم حقيقة يعني الوعي لدى الشعوب العربية والإسلامية على وجه الإطلاق يعني تغير كثيرا، واستشعار الخطر الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط أيضا يعني أخذ مداه وأخذ مساحته كثيرا. هناك حقيقة لدينا اليوم محور مقاوم، والمحور هذا كما يعني نوه عنه الملك الراحل الملك حسين عندما قال هناك هلال شيعي ينبع ملك حسين قبل الراحل قال هناك هلال شيعي سوف يعني يأتي من صنعاء مرورا بطهران وبغداد وانتهاء بالجنوب اللبناني، وقد حصل هذا الهلال كواقع حال. لذلك المخاوف اليوم من هذا الهلال المقاوم حقيقة أخذ يعني يرعب إسرائيل وأمريكا التي تحاول قدر الإمكان لملمت أطراف منطقة الشرق الأوسط عبر بعض الاتفاقيات التي يعني نجحت في بعضها وقد فشلت في بعضها، وأكبر فشل لها في هذا الموضوع هو أنه عدم جر العراق إلى مسألة التطبيع، باعتبار أنه العراق رافض جملة وتفصيلا هذا التطبيع، لأن هناك لدينا أدبيات وهناك لدينا يعني عقائد دينية وإثنية حتى لبعض الأخرى من المذاهب الأخرى ترفض التطبيع مع الجانب الإسرائيلي كونه جانب محتل وقد استباح الأرض والعرض في فلسطين المحتلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يذهب العراق إلى هذا التطبيع. وضعا ذلك عذرا يعني لدينا اليوم يعني لدينا حشد شعبي كما تفضل الأستاذ الصبيحاوي، لدينا اليوم يعني فصائل مقاومة رافضة، لدينا اليوم قادة في الإطار التنسيقي الشيعي، ولدينا قادة في العملية السياسية رافضين تماما مسألة التطبيع مع الجانب الإسرائيلي. لذلك ليس من السهولة أن يجر أو العراق إلى هالمسألة إذا ما علمنا أنه الكاظمي، طبعا مناسبة ملاحظة جدا مهمة، أنه رجل يعني رئيس تصريف أعمال يومية، ليس من حقه لا دستوريا ولا قانونيا أن يذهب لاتفاقات طويلة الأمد يرهن بها مستقبل أجيال مع الجانب الإسرائيلي أو حتى الجانب الأمريكي أو أي جانب آخر بغض النظر عن هذا الجانب كان عدو أو كان صديق. يعني هذا تجاوز، كان هناك نفس يبدو وكأنه يعني الأماكن الإعلامية المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني روجت له أن المنظومة الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية كانت يعني مستعدة لتقديم هذه الخدمة، خدمة حماية أمن الكيان الصهيوني. لكن أنا أتساءل هل أن الاستراتيجية الدبلوماسية الإيرانية التي يعني اتسمت بالانفتاح من أجل تأسيس منظومة أمنية للمنطقة، هل أن هذا الانفتاح هو الذي يعني أدى إلى أن تتخلى السعودية عن هذه الاستعدادات للكيان الصهيوني؟ نعم أحسنتم، طبعا مناسبة سؤال جدا مهم وسؤال ذكي. أعتقد يا سيدي الكريم أن المنظومة الخليجية استشعرت يعني التنامي في القوة الإيرانية. اليوم يعني الجمهورية الإيرانية تسجل بصمات ناجحة في كل مكان، وخصوصا في مسألة 5+1 الملف النووي الإيراني الشائك الذي ألغي من الجانب الأمريكي. حقيقة عندما أعلن بايدن أنه سوف يأتي بطائرته من تل أبيب إلى جدة كانت عبارة عن إشارة واضحة أنه التطبيع القادم مع الكيان الإسرائيلي، وهذه رسالة طمأنة للجانب الإسرائيلي باعتبار أنه السعوديون تحصيل حاصل هم مع المحور الإسرائيلي والأمريكي. لكن الدبلوماسية الإيرانية ومحور المقاومة الذي انفتح على الآخر بشكل كبير، يعني سمعتم قبل سنة تقريبا أو سنتين عندما ذهبت السفن الإيرانية محملة بالمشتقات النفطية إلى فنزويلا اللي هي في أقصى أمريكا الشمالية متحدية لذلك الحصار الأمريكي اللي فرض على الجانب الفنزويلي. حقيقة هذه الانفتاحات وهذا التعاطي مع الأحداث العالمية بهذه الدبلوماسية العالية والراقية أجبرت الجانب الأمريكي على النكوص إلى داخله وعدم يعني حق الاحتكاك المباشر مع الجانب الإيراني، إذا ما علمنا أن هنالك محور مقاوم أيضا دخل على الخط مرة أخرى. حقيقة الأمر أن المواطن العربي المواطن المسلم كان يأمل بأن تلتفت أنظمة البلدان الإسلامية والعربية إلى أنها قادرة على أن تتحكم بمصيرها وأن
تدير شؤونها بشكل يحفظ الكرامة بعيدا عن ابتزاز الولايات المتحدة لأمريكا وبعيدا عن الرضوخ للأجندة الصهيونية التي تقوم على أساسا على استلاب الحق العربي الإسلامي الفلسطيني. الضيوف الأكارم أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان خسارة بايدن وإسرائيل في قمة جدة، الكاتب أحمد حازم أحمد الضالة. خسارة بايدن وإسرائيل في قمة جدة، للكاتب والمحلل السياسي حازم أحمد الضالة. نشير إشارة سريعة إلى خسارة بايدن وإسرائيل في مخرجات اجتماع قمة جدة في السعودية بتاريخ 16 من تموز 2022. اتسبق أن أعلن بايدن أن أحد الأهداف الأساس للقمة هو تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي. النتائج الخسارة فهي الآتية: لم يتحقق أي إعلان رسمي سعودي بالتطبيع مع إسرائيل، وهذه صفعة مذلة بوجه بايدن الذي كان ينتظر إعلانا سعوديا. فهذا بايدن رئيس أمريكا العنصرية عندما يعلن أحد أهم الأهداف الأساسي لهذه القمة هو تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي، ولكن لم تخرج القمة بشيء من ذلك، فهذه خسارة لبايدن وإسرائيل وإذلال وإهانة لمحور الغرب. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد الترحيب أيضا بضيوفي الأكارم. أستاذ مهدي، الكاتب حازم أحمد بضالة يقول عدم الاتفاق على زيادة سقف إنتاج النفط الخليجي لإنقاذ أمريكا وأوروبا والتموضع الاقتصادي ضدا من روسيا يخفض بخفض أسعار النفط، إذ اختار الخليج روسيا والصين وإيران، طبعا بوصف هذه الدول على أنها قطب آخر كسر قطبية الولايات المتحدة الأمريكية. على ما يبدو أن المنظومة العربية بدأت تتلمس طريق الوعي، ولعلها في قادم الأيام تتخذ مواقف جادة في أن تفكر في موضعها داخل بنية النظام العالمي الجديد. حقيقة الكاتب أشار إلى فقرة كلش واضحة وصريحة ومهمة أيضا، وهي فقرة التماس دول الخليج، التماس بعض الدول المشاركة بمؤتمر جدة أنه تنامي متعدد القطبية. اليوم يعني عرف الخليج خاصة السعودية أن قوة المقاومة المتمثلة بالجمهورية الإسلامية، القوة الاقتصادية روسيا الصين متمثل اليوم، يعني أصبح ينافسون الجميع. اليوم حقيقة العالم مقبل على حرب طاقة. اليوم بايدن عندما جمع الجميع حاول، ليس فشل حقيقة، ليس فقط الفشل الموجود من مخرجات، بل فشل حتى بإيجاد التكامل بينه وبين الدول المشاركة بالمؤتمر. يعني صراحة سيد بايدن قال أنا الصهيوني هيك، يعني إشارة إلى مشاركته بالمؤتمر، أني الصهيوني أوجب على الجميع الدول. نتذكر بايدن في حملته الانتخابية قال في إحدى لقاءاته مع الجمهور، قال أنني حين كنت شابا قررت أن أتحول من المسيحية إلى اليهودية، لا لشيء إلا لأكون صهيونيا. فقال لي أبي أنت لا تحتاج أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، بل يمكنك أن تكون صهيونيا من حيث أنت مسيحي. هذه قضايا معلنة يعني. نعم. بالتالي أنت جنابك أشرت بالبداية أن الجانب الأمريكي اليوم بدأ يستجدي العطف الاقتصادي باعتبار اليوم السعودية العراق بلدان نفطية. حرب الطاقة موجودة اليوم، الحرب الموجودة بين روسيا وأوكرانيا ليست فقط حرب طاقة، اليوم آلاف الكميات من القمح موجودة مخزونة في روسيا، الجانب الأوكراني عفوا لا يستطيع يعني يصدرها ويتصرف بها لبقية الدول. الشتاء الموجود في أمريكا وبقية الدول المجاورة لها شتاء طبعا من طبيعته بارد، الطاقة محصورة بين روسيا وأوكرانيا، امتدادات التصدير صعبة. بالتالي اليوم بايدن حاول إيجاد التكامل بين جميع الدول المشاركة، مثلا السعودية حتى تزود أمريكا وتزود بقية الدول بالطاقة النفط والغاز. أرجع لبداية السيد حسن نصر الله زعيم المقاومة، النفط والغاز لن يمر دوننا. نعم. الجميع اليوم قوى الشر تحاول احتكار
مصادر الطاقة، تحاول احتكار الغذاء، يعني دائما ما يكون النفط مقابل فشي، يحاول ان يكون لها خزين استراتيجي اكثر من مقيت، تحاول استضعاف بقية الشعوب. اليوم حتى الجانب العراقي، يعني ذهاب السيد الكاظمي الغرض منه هو ايضا جانب اقتصادي، يعني الدول التي طبعت حتى كانت الدول مطبعة بالعلن او بالخفاء حاول دعمها اقتصاديا، حتى الوفد الذي رافق السيد الكاظمي للسعودية هم الصناعة، النفط تجارة مالية. يعني من الأمور التي ممكن أن يكون مصر والأردن قد تكون إنشاء مصافي للنفط في الأردن، تكرر النفط العراقي وثم تعود استرجاعه، ومن الممكن أيضا زيادة ضخ النفط عن طريق ميناء العقبة، وبالتالي هي الدولة مطبعة مع الجانب الإسرائيلي، إذا استفادت هذه الدولة بالتأكيد راح يستفاد الجانب الإسرائيلي من يمن. وعلى ذكر ما تفضلت به مما قاله زعيم أو سيد المقاومة، الكثير من الخبراء ذوي الرأي الذين يعتبرون يعني مصدر قرار في الحكم على المشاريع، قالوا بأن الأضرار التي سيتكبدها الكيان الصهيوني في حال إقدامه على استخراج الغاز من سواحل السواحل المجاورة أو من المنطقة الساحلية اللبنانية ستكلف الكيان الصهيوني أكثر مما ستنفعه. أستاذ قاسم، احنا أشرنا في بداية الموضوع إلى أنه المؤتمر له بعض عدد من الأهداف المركزية وأهداف جانبية أخرى، لعل الأهداف الجانبية الأخرى على رأسها قضية التطبيع، لكن الهدفين الرئيسيين هما تأمين الطاقة لأوروبا التي أشرنا إلى أنها ربما ستواجه شتاء قاسيا وهي بحاجة إلى مصادر طاقة، فكان من ما لعبه بايدن هو محاولة يعني الضغط على دول الخليج لتعويض النقص الحاصل عن انقطاع الغاز أو الروسي، مصادر الطاقة الروسية. هذا لم يتحقق لأن السعودية أبدت استعدادها لمليونين ونص وهي كمية غير قادرة على التعويض. موقف الإمارات أيضا كان واضحا في أنه غير قادر على أن يعوض. طيب هذا انتهى، هذا الهدف انتهى. الهدف الثاني المركزي لهذه القمة هو إنشاء نيتو عربي بقيادة كيان الصهيوني. هذا أيضا لم يعلن عن أن المؤتمر تمخض عن تطرق حاله من هذا النوع، ربما يستهدف الجمهورية الإسلامية فيجعل السعودية وبلدان الخليج ربما مخلب قط لدى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ربما لنبذ الخاصرة الإيرانية. هذا أيضا وعته دول الخليج وبالتالي لم يعلن. فكيف يمكن أن تقيم هذه النتائج؟ وعلى ضوء هذه المخرجات التي حضرتك ذكرتها نقول المؤتمر فشل باعتبار أنه لم تتحقق ما مطلوب من هذا المؤتمر. يعني لا صار ناتو عربي، ولا تعوضت الطاقة، لأنه مناسبة حتى وإن كانت جدلا طبعا، نفترض جدلا أنه الطاقة القادمة إلى أوروبا قد تحقق من خلال السعودية أو من خلال دول الخليج فرضا، يعني سوف تكون مكلفة جدا قياسا بالغاز المصدر من روسيا إلى دول أوروبا، باعتبار أنه روسيا دولة أوروبية ولديها حدود مشتركة مع كثير من البلدان الأوروبية التي تتمتع بالرخاء الاقتصادي والهدوء الأمني. فنقل الطاقة من الخليج العربي إلى أوروبا سوف يكون باهظا جدا، وسوف يصل إلى يعني أرقام قياسية عالية جدا، وبالتالي سوف يرهق اقتصادات تلك الدول التي تستورد هذه الطاقة من السعودية. سيد الكريم، بالعودة إلى موضوع الناتو العربي، يعني إسرائيل وأمريكا، أمريكا وإسرائيل لديهم تجربة سابقة سبقت هذه الطروحات، إنه هناك كان شبه ناتو، خلينا نقول شبه ناتو أمريكي سعودي إماراتي سوداني أردني مصري، قد تم تشكيله للدخول إلى صنعاء إلى اليمن، لكنه بروز اليمن كقوة محاربة، صمود المواطن اليمني حقيقة أفشل هذا المخطط كثيرا، وقد ذهب أحلام أمريكا وإسرائيل بالسيطرة على مضيق باب المندب وعلى الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. هذه التجربة طبعا يعني حقيقة تجربة كانت بكل المقاييس تدين بالولاء المطلق إلى محور المقاومة الذي يتسيده زعيم المقاومة، هو من أوصل القوات المسلحة
وأنصار الله في اليمن إلى هذا المستوى الرائق من القتال وإفشال المخطط العالمي. واليوم يعني رأينا كنا السعودية تستجدي الحوثيون من أجل الاتفاق على إيقاف إطلاق النار والذهاب إلى يعني توقيع معاهدات صلح وإيقاف إطلاق النار وتبادل أسرى من هذه يعني الأشياء. هذا كله حتى كان في جعبة بالي عندما جاء إلى مؤتمر جدة. يعني لديه معلومة مسبقة أنه أي حلف قادم لا يمكن أن يرى النور باعتبار هناك محور مقاوم، وهذا يحتوي أيضاً لمحور المقاومة الذي أبدى مرونة عالية في عملية الشفافية بالتعاطي مع الأحداث، وهناك اتفاقات بين ماذا يثبت هذا؟ نعم؟ هذا ماذا يثبت؟ يثبت أنه اليوم هنالك تآكل وإضمحلال للقطب الأمريكي الكبير. لكن بالمناسبة يعني فقط أعرض على مسألة، هذا لا يعني أن أمريكا قد ذهبت قوتها تماما. يعني لا زالت أمريكا لديها اقتصاد قوي ولديها حقيقة مخططين ومفكرين، لكن نجمها أفل يعني نجمها أمام الأقطاب الصاعدة الصين وروسيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأنا أعتقد على مستوى شخصي سوف تظهر بعض الأقطاب الأخرى كقوة اقتصادية عالمية جديدة على الساحة السياسية العالمية، بحيث لن تعطي المجال كافي للولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ترتيب محور المقاومة حقيقة والتعاطي مع الأحداث بواقعية ووعي كبير يعني ألجم الجماح الغربي الأمريكي الإسرائيلي البريطاني. يعني الآن بريطانيا هي من يقف وراء كثير من الأحداث السيئة في منطقة الشرق الأوسط باعتبار أخيرا، خصوصا عندما تدورها إلى الملف العراقي قد حول الجانب البريطاني. نعم. يعني المسألة نعم. أستاذ مهدي، هل يمكن عد مؤتمر جدة على أنه إجراء أمريكي للاحتواء الآثار التي ستترتب عن التوقيع الاضطراري لبايدن على الاتفاق النووي بشروط إيران؟ حقيقة ليس فقط مصادر الطاقة أجبرت بايدن على عقد هذه القمة من أهم الأسباب الأخرى. لا أنا رح اتجاه التوقيع. نعم. هو المراحل التي وصلت لها الجمهورية الإسلامية إيران بمراحل تخصيب النووي. نعم. مراحل متقدمة. مراحل متقدمة. بدايات التفاوض مع الجانب الأمريكي والجانب الإيراني حول مراحل الاتفاق النووي، كان الوفد المفاوض الأمريكي بمقابل فندق المتواجد به الجانب. نعم. الإيراني. يعني مسألة العلم. نعم. الوفد المفاوض الأمريكي رفض الجانب الإيراني. قوة محور المقاومة أذلت الطرف الآخر، أجبرته على يعني اليوم الجانب الأمريكي الجانب الإسرائيلي متحير أمام القوة التي وصلت إليها إيران بمرحلة تخصيب اليورانيوم، وهي حقيقة الأساس يعني اليورانيوم. لكن فقط ملاحظة بسيطة، لم تخرج عن السياقات الدولية في عملية تخصيب باعتبار أنه لا زالت إيران اليوم متمسكة وملتزمة بمقررات الهيئة الدولية للطاقة. نعم، السقوف القانونية ضمن السقوف التي جاءت بها جميعا. بالتالي يعني لولا وجود ولولا وجود الجانب الإيراني ومراحل تخصيب النووي أجبر الجانب الأمريكي وأجبر الجانب الإسرائيلي. اليوم الجميع متخوف أمام القوة التي وصلت إليها الجمهورية الإيرانية من امتلاك رؤوس نووية، من امتلاك صواريخ دعمت بها محور المقاومة، دعمت بها الجانب الفلسطيني أيام معركة سيف القدس، شهدت الانتصارات لولا الدعم الجمهورية الإسلامية. اليوم الصواريخ الذكية، الطائرات المسيرة التي يمتلكها اليمنيين الحوثيين في دعمت بعد دعم الجانب الإيراني لها. بالتالي جميع هذه الأمور هي أخضعت الجانب الأمريكي. يعني تفضل السيد استاذ قاسم انه اليوم امريكا، نعم الكاتب قبل قليل احمد فضال انه بدات دول الخليج تلتمس. يعني سابقا هذه الدول الخليج كانت تدعم الجانب الامريكي في كل الامور، حتى صدام حسين دعم، كانت امريكا تفرض القوانين، تفرض الكثير، هذه الامور التي جعلت تنامي الجانب الامريكي. الاستاذ مهدي الصباحاوي عضو مركز الهدف للبحوث والدراسات، الاستاذ قاسم العبودي، شكرا لكما، كنتما ضيفين كريمين. أيها الأحبة، كتب الإعلامي قاسم العجرش الخاتمة لحلقة هذا اليوم، والتي يقول فيها: الإدارة الأمريكية تواجه أزمة مالية واقتصادية حادة، والمال لا يجده بايدن رئيس تلك الإدارة إلا لدى بقر العوائل في الخليج والجزيرة، وفي المقدمة عائلة آل سعود، وهذه العوائل الدكتاتورية تواجه حركة شعبية واسعة تطالب بدساتير
وحكم الشعب لا حكم العوائل، وهذا يعني أنها تواجه خطر الإزالة والإطاحة بها. لهذا نرى مقابل توفير حماية لهذا نرى مقابل حمايتها والاستمرار في بقائها في الحكم، فإنها على استعداد أن تمنح الرئيس الأمريكي ما يبتغي وما يريد. بايدن جاء ليأخذ حتى ماء وجوههم. شكرا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.